بينا. راح نروح لهالتقرير عن منتجات شركة فيتكس، ثم نعود لمقابلة أيضا حول هذا الموضوع. خليكم معنا من خلال يوم جديد، تواصلي معكم. الحقيقة احنا كصيادلة يعني عنا كتير منتجات نزلت على السوق، وكتير بنزلوا في الصيدليات منتجات، وفي كومبيتيشن عالية بين الكوزماتيكس، لكن الحقيقة في كل منتج له حسناته، وكل منتج ماشي في السوق وله زباينه. واحنا كصيادلة بما اننا يعني بندرس كل منتج وبنعرف كل الاكتيف انجريدينتس الموجودة في المستحضرات تبعته، احنا قادرين ان نسوق هذا المنتج، لانه الحقيقة هذا في بيكس انا قرأت عنه كتير منيح، وفي منتجات متعددة بتفيد كل اشي بلزم للمرأة. هو هيربال، في للأنتي إيجينج، في للنك، في للوجه، في كولاجين، في كل إشي، في سان بلوكس، في وكله الحقيقة جيد كتير، ونشكرهم على هاي المناسبة اللي دعونا عليها. طبعا بعرف المنتج في عدة دول، شفته وحضرت معارض خصوصا في بختص بهذه المنتجات، وطبعا زي ما سمعته او شفته في البرزنتيشن انه هاي المواد او المنتجات هي منتجات عالمية، كلها بتتعامل طبعا في اوروبا، كلياتهم بتعاملوا تقريبا بالمنتجات هاي، وكثير كويسة ويعني صحية، ويعني كثير دكاترة بينصحوا بهاي المنتجات، الكريمات خاصة منها. السعيد هو بوجوده في الأردن، وسعيد بوضع منتجات فيبكس بين أيادي المواطنين الأردنيين، وبتمنى أنه تكون هاي المنتجات تصل إلى إرضاء وإشباع رغبات المستهلكين. لقد حققوا نجاحات عديدة في عدة دول، في العديد من الدول في العالم، وبتمنوا أن يحققوا هذا النجاح أيضا في الأردن. هم عندهم الأمل بأن يحققوا نجاح أيضا في الأردن، ويكونوا من الشركات الرائدة في هذا المجال، ويكون منتجات فيبكس من الأوائل في الأردن في هذا القطاع. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، ووصلنا لفقرة الجمال والنضارة
والبشرة المشرقة مع مستحضرات فيبكس. يعني كل السيدات وبعض الرجال بيهتموا ببشرتهم وبنضارتهم وحتى بالشعر وحمايتهم من التقصف والحصول على لون ثابت يعني وجميل ومشرق. كل هذا بنلاقيه في مستحضرات فيبكس اللي رح نتعرف عليها أكثر من خلال المدير التنفيذي لمخازن شعبان الأستاذ وليد شعبان. أهلا وسهلا فيك. أهلاً. صباح الخير. صباح النور. يعني حابين نتعرف أكثر على منشأ بداية. خلينا نحكي فيبكس من وين أولا منشأها. يسعد صباحك وصباح الأخوة المشاهدين. أهلا وسهلا فيك. داخل الأردن وخارجه. قبل أن نبدأ بالتعريف عن الشركة أود لفت نظر الأخوة المشاهدين وإحنا والكل بيعلم إنه كثير من يعني كل إنسان كل شخص بحاول جاهدا الاهتمام بمظهره والمحافظة على إنه ظل بشكل شباب لأطول فترة ممكنة. من هون كان اهتمام مخازن شعبان بالسعي ومرافقة هذا السعي بالعمل المتواصل لإحضار شيء جديد واسترجاع ثقة المستهلك. كون يعني بنعرف إحنا إنه المستهلك صار ثقته في العديد من المنتجات ضعيفة جدا. يعني ما عادت الشعارات الرنانة يعني تأثر فيه أو الإعلانات الوهمية أو فحاولنا إحنا إنه نجيب أشياء إنه نسترد ثقة المستهلك. ومن هنا عملنا شراكة حقيقية مع شركة فيبكس الإيطالية. شركة فيبكس هي منشأها إيطالي. إيطالي نعم. شركة فيبكس هي مش مجرد شركة صناعية تجارية. هي شركة يعني هي معهد أبحاث وتطوير وابتكار ولها عدة براءات اختراع. فهي يعني تأسست عام 1944 وكانت مختصة في صناعة الأدوية والمستحضرات الطبية. وفي عام 1977 حصرت جميع خطوط إنتاجها على مستحضرات العناية بالبشرة. خطوط إنتاجكم فقط بشرة ولا كمان يعني هلأ شوي عم بتفرج بالبعض المنتجات الموجودة أمامي على الطاولة، في كمان للشعر شامبوهات، في نعم. للعناية بالشعر من التقصيف، في صبغات أيضا نعم. خصوصا للي شعرهم أبيض رح نحكي عنها نعم. بالتفاصيل نعم. بس تحط ما هيك بصورة سريعة عن خطوط إنتاجكم. أوكي. شركة فيبكس لها 4 خطوط إنتاج. الأول اللي هو بيحكوا له الفيتامين إنرجي اللي هو فيتامينات الطاقة اللي بتعتني في الجسم وبالشعر وبالوجه بشكل عام. الخط الثاني اللي هو الأنتي إيج اللي هي للحماية التجاعيد للتجاعيد اللي هي حماية من علامات التجاعيد. والخط الثالث اللي هو صبغات الشعر اللي لها 14 درجة لون. والمنتج الرابع اللي هو للحماية من أشعة الشمس قبل التعرض للشمس وبعد التعرض للشمس. طيب خلينا نحكي عن كل واحدة. نبدأ بالعناية بالبشرة أو تأخير التجاعيد اللي هي بتهم كل الستات الستات والشباب مش والشباب وأيضا بعض نعم. الرجال يعني نعم. عندهم هذا الاهتمام نعم. شو الكريمات اللي ممكن إنها تأخر ظهور التجاعيد أو الخطوط التجاعيد وكيفية استخدامها وبأي عمر؟ أوكي. هلأ اللي هي منتجات الأنتي إيج هي 3 ليفل. الليفل الأول معنا منها نعم. الليفل الأول اللي هو طبعا أنا لضيق هو الرينج واسع ما بنقدر يعني احنا عاولنا نجيب عينات نعم. تكون هلا اللي هو اللون الأحمر اللي هو الليفل 1 اللي هو للمراحل يعني قبل التعرض يعني قبل ظهور علامات الشيخوخة قبل ظهور الخطوط البدائية في الوجه. فهذا بيعمل على الوقاية أكثر من إنه علاج لأنه ما بتكون ظاهرة. ممكن إنه يكون في عمر العشرينات يعني 22 23 لغاية 30 فهون بتكون ما بلشت العلامات تكون واضحة. فهنا هو وقائي أكثر من ما هو علاجي. فهو وقائي وتجديد مستمر. الليفل الثاني اللي هو اللون البنفسجي اللي هو يعمل على هون بتبلش تظهر العلامات على الوجه وبتبلش تظهر يعني الخطوط وخاصة حول الشفاه وحول الأعين.
هنا بيعمل على التجديد والحماية، يعني الخلايا اللي بتكون اوريدي ضعفت بنشطها، بنشط الخلايا.